للوقوف عند محطة فشل جلسة البرلمان بشأن تداول إصدار قرار لإخراج القوات الأمريكية من العراق، طبعا على تغيب نواب عدة كتل سياسية من بينها الإطار التنسيقي عن جلسات البرلمان. ينضم إلينا عبر سكايب الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف. دكتور حامد، مرحبا بكم. يعني كما استمعت إلى التقرير، جلسة البرلمان فشلت، التي كان من المنتظر هو إقرار قانون لإخراج القوات الأمريكية من العراق. هناك من يعتقد دكتور أن تغيب نواب الإطار التنسيقي كان متعمدا، وذلك لعدم تمرير هذا القرار. ما هو ردكم على ذلك؟ في البداية شكرا جزيلا أستاذ محمد على الاستضافة الكريمة، تحياتي لكم ولجمهور المتابعين الأعزاء. الحقيقة يعني الغياب هذا اللي هو أكثر من نصف عدد النواب لم يأتي من فراغ ولم يأتي صدفة مثل ما يقال، أكيد عملية مرتبة مبرمجة لتفويت الفرصة على أولا إقرار القانون، لأنه هناك قرار قد اتخذ قبل 4 سنوات في دورة مجلس النواب السابقة بأغلبية كان، لذلك الحقيقة بعد الصراعات هذه وتداعيات الوضع الأمني ودور ما يسمى محور المقاومة الميليشيات الولائية وأيضا إصرار الأمريكان على إبقاء قواتهم يعني قواعدهم العسكرية أيضا لضرورات ملحة في الوقت الحاضر، بالتأكيد الوضع يخضع لتوازنات معينة ومساومات أيضا في نفس الوقت بين هذه الكتل، خصوصا الإطار التنسيقي هو جزء من إدارة الدولة، يعني الكل هم متفقون على تشكيل الحكومة وحكومة المحاصصة في هذا النظام البائس، لذلك العملية بالتأكيد لم تأتي صدفة وإنما كان هناك إصرار على تفويت الفرصة لإقرار هذا القانون. نعم. دكتور حامد، الميليشيات روجت لنفسها بأنها محور مقاومة، وأيضا في نفس الوقت اتهمت كتل سياسية بعينها بتعمد إفشال هذه الجلسة. هذه محاولة شيطنة الكتل البرلمانية الأخرى، هل تراها كذلك دكتور؟ الحقيقة هناك يعني أهداف مختلفة، يعني بس هو كلها صب باتجاه واحد، يعني الكرد وما يسمى يعني الكتل الأخرى غير الإطار التنسيقي لها يعني محاذير ومخاوف من أن إخراج القوات الأمريكية بقانون يتخذ في مجلس النواب معناها أنه احتمالات التغول للميليشيات الولائية ولإيران يكون أكثر يعني رجاحة في إحداث هذا الخلل بالتوازن، فهم معتمدين، يعني المشكلة أستاذ محمد أنه الكل معتمد على القوى الإقليمية والدولية، يعني يحتمي بها في داخل السلطة، حتى يعني رغم أنه هذا تحالف إدارة الدولة هم متفقون الكرد والسنة الكتل مع الإطار التنسيقي يعني البيت الشيعي، فهذه الحقيقة هي الهواجس اللي تبعد النظام السياسي برمته، ليس الحكومة فقط ومجلس النواب، كل النظام السياسي. على ذكر النظام السياسي دكتور حامد، هل من مصلحة الإطار التنسيقي بقاء القوات الأمريكية في العراق، وذلك خشية على النظام السياسي القائم في العراق؟ بالتأكيد هذه واحدة من أهم النقاط، فعلا هي مسألة جوهرية، خصوصا وأنه إذا كان يعني الأمريكان يرسلون رسائل كثيرة اليوم، يعني أو بالأمس حتى أشار إلى وزير الخارجية فؤاد حسين من أن هناك رسائل لإيران وللميليشيات الولائية ولمحور المقاومة وما يسمى بها جانبين أستاذ محمد، جانب الترهيب والترغيب، يعني جانب التخويف من أنه خروج القوات الأمريكية معناها نهاية هذا النظام، يعني طبعا عقوبات أمريكية زائد موارد النفط، يعني واردات النفط هي تذهب إلى الخزانة الأمريكية إلى البنك الفيدرالي الأمريكي ويقطع بإمكانه أيضا الخزانة الأمريكية والبنك الفيدرالي الأمريكي أن يتلاعب بقيمة الدينار والدولار، هذه أيضا وسائل ضغط على الإطار، معناها إسقاط حكومة الإطار، معناه بالتأكيد سيكون إسقاط النظام برمته، لأنه الشارع أيضا مهيئ الآن
الوضع لا يمكن أن يتحمل الشارع إلى ما لا نهاية هذه الوضعية القلقة من ناحية أمنية، من ناحية الاستقرار، من ناحية معاشية، الفقر، البطالة، يعني انعدام الخدمات الجيدة، طبعا نعم مشكلة السكن، مشاكل كثيرة الحقيقة الآن يعاني منها المجتمع العراقي، دكتور فهي حامد، تكون يعني الجانب الموضوعي نعم، في ثورة شعبية لإسقاط هذا النظام. نعم ولكن الأمريكان صرحوا بشكل واضح لا غبار فيه عن بأن وجودهم جاء لاتفاقيات مبرمة مع بغداد. كيف ترى شكل العلاقة ما بين الميليشيات وقوات التحالف الدولي الموجودة على الأراضي العراقية خاصة في قادم الأيام؟ أنا يعني ما طبعا ليس وليدة اليوم والأمس هذه الفكرة، فكرة التخادم بالمصالح وبالبقاء. يعني أمريكا توعز بقائها إلى وجود ميليشيات ووجود أيضا الدواعش، يعني عصابات الجريمة المنظمة والتكفيريين. هذه طبعا هذه بدعة أصبحت كذبة كبيرة، لأنه الدواعش انتهوا بالاحتفال العراقي في 2017. فطبعا هم خلقوا، يعني هم يخلقون ما يسمى داعش وماعش، يعني الميليشيات الولائية والدواعش، يعني الدولة الإسلامية في العراق والشام. هذه لعبة أصبحت الآن واضحة، دواعيها هو ابقاء إيران على نفوذها في داخل العراق، وبقاء القواعد العسكرية الأمريكية وحلف الناتو في العراق أيضا، لدواعي أخرى، لأهداف أخرى هي طبعا إقليمية ودولية. يعني أمريكا عندها في المنطقة الآن حوالي 45 قاعدة، من ضمنها قواعد في العراق كثيرة يعني ومهمة. لذلك أنا أعتقد هذه مجردة من المحتوى الحقيقي لمصلحة الشعب العراقي، لأن هذه القواعد الحقيقة لا تصب لصالح، لا وجود القواعد ولا وجود الميليشيات. يعني يفترض الآن العراق يتحول إلى دولة تحكمها مؤسسات مدنية، ليست ميليشيات، وليست بأمرة التحالف الدولي أو القواعد الأمريكية والسفارة الأمريكية مع السفارة الإيرانية. هذا هو الخلل الكبير الآن في بناء مؤسسات دولة حديثة في العراق. نعم دكتور حامد، على ذكر إيران، حتى لا نفوت هذه النقطة المهمة التي أثرتها جنابكم الكريم، الجيش الذي ينفق عليه سنويا مليارات الدولارات، ولكن يعني لجنة الأمن والدفاع النيابية طالبت بزيادة مخصصات الجيش، والسبب في ذلك كما ذكرت هو التهيئة للاستغناء عن الدور الأمريكي وبالتالي إخراج القوات. هل لإيران دور مؤثر في هذا المفصل، في هذه النقطة تحديدا؟ بالتأكيد أستاذ محمد، الأمريكان عندهم ضباط تخرجوا من تحت مثل ما يقال مظلتهم، يعني هناك ولاءات مختلفة الآن. للأسف الشديد الجيش العراقي لا يحمل عقيدة وطنية عسكرية، الجيش مقسم الآن، زائد الميليشيات الولائية والحشد الشعبي أيضا في ولاءات مختلفة. إضافة إلى كل هذا هناك ما يسموه ضباط الدمج، وهؤلاء هم كانوا ميليشيات ثم تحولوا إلى الجيش وحملوا رتب عسكرية عالية. لذلك للأسف الشديد نقول أنه الجيش الآن يعني ولاءات للخارج أكثر مما هو ولاءات للداخل العراقي، رغم وجود ضباط عراقيين شرفاء، لكنه ليسوا أصحاب السلطة والسطوة في والمراكز المهمة في الجيش العراقي. هذا التشتت الحقيقة هو اللي جعل أمريكا طامعة جدا بالبقاء، زائد إيران أيضا طامعة جدا بالبقاء في العراق، لأنه الحقيقة يريدون يفوتون الفرصة على أن تشكل مؤسسة عسكرية وطنية تحدد حتى الإنفاق العسكري. يعني بالضبط هو الإنفاق الجيش العراقي الآن يفوق عدد كبير من الدول التي تتمتع بجيوش قوية نعم وطنية ذات عقيدة عسكرية. لكن للأسف الشديد العراق نتيجة الفساد، استشراء الفساد، نتيجة أيضا الولاءات المختلفة، نفقات الجيش العراقي كبيرة جدا تعتبر دون أن نجدي منها شيء مفيد لاستقرار الوضع الأمني والعسكري في العراق. دكتور حامد، تيار الحكمة يعني صرح عن طريق أحد نوابه بتصريح ربما يعني يكون يعني فيه نوع من المبالغة وأيضا الضبابية، يقول إن الكثير من قوى الإطار التنسيقي يميلون إلى التفاوض مع الولايات المتحدة بدلا من استخدام القوة.
هل نفهم من ذلك أن الإطار التنسيقي ربما في طريقه للتخلي عن الفصائل المسلحة؟ هل هذا وارد؟ هو توزيع أدوار أكثر مما هو تخلي بالوقت الحاضر. أنا أعتقد هو هناك صراعات، هناك يعني انقسامات واضحة الآن في الإطار التنسيقي بين من يعني يعلن ولاء الكامل لولاية الفقيه لإيران، وبين من يريد أن يرضي الشارع أيضا في والأطراف المؤتلفة في إدارة الدولة. هذا التناقض اللي موجود الحقيقة ليس أيضا جديدا، لكن المشكلة أنه هناك أيضا مخاوف، يعني هم يريدون التفاوض لأنه الكسب الوقت أولا، ثانيا مثل ما قلنا بالفقرة السابقة أنه لا يتعرضون إلى مخاطر لا من قبل إيران ولا من قبل إسقاط النظام، يعني من قبل الشارع العراقي، فهم يلعبون على عامل الوقت وعامل التوازنات. إذا التوازنات تنفع في بقائهم حتى لو تبقى إيران وتبقى أمريكا لا يهم بالنسبة لهم، الوطن يعني يبقى لهم كأنه، لكنه الحقيقة هي الشعب العراقي مغيب في هذه الحالة. هم يتحكمون بكل مفاصل الدولة، الثروات، مفاصل الإدارة، الميليشيات، الإعلام، يعني كلها طبعا نعرف أيضا مجالس المحافظات في الفترة الأخيرة. الحقيقة هذه هي هذا السيناريو اللي رسم منذ الغزو الأمريكي والاحتلال الغاشم قبل تقريبا يعني 21 عام، لغاية الآن هذا المسلسل للتدمير العراق الحقيقة وإفراغه من هويته الوطنية، هذا يعني يجري على قدم وساق من قبل أمريكا وإيران، وباستخدام هذه الطغمة الفاسدة ونظام المحاصصة المقيتة لخلق هذه التوازنات من أجل استمرار إلى يعني هم الحقيقة لا يعرفون حتى إلى متى ممكن أن يتحرر العراق إذا كان اللعبة السياسة بهذا الشكل تسير. نعم. سكايب الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف، شكرا جزيلا لكم.